السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة نور رياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين 9 هندسة لطلاب الصف الأول الثانوي، ده يعتبر الدرس الخامس والأخير في الوحدة الثانية هندسة ونهاية فرع الهندسة بأمر الله لطلاب الصف الأول الثانوي. بكده بنزول الحصة دي يبقى انتهينا من فرع الهندسة إن شاء الله، والأسئلة المقالية نحلها لأن ما حلناهاش السنة اللي فاتت. والدرس اللي خلصنا طبعا حساب المثلثات بدرس المساحات، نزل لك كل حساب المثلثات سواء اختر مقالي مستويات عليا الحمد لله. يفضل لنا الدرس الاخير في الجبر اللي هو البرمجه الخطيه والحل الامثل، درس سهل وبسيط جدا هينزل لك ان شاء الله برضو اختر ومقالي. وبكده هيبقى احنا انتهينا من كل الفروع بامر الله عشان نبتدي في خطه المراجعه النهائيه. لو انت اول مره شفتني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. درس النهاردة اسم المعادلة العامة للخط المستقيم المر بنقطة تقاطع مستقيمين. درس سهل جدا وبسيط مفيش فيه أي حاجة، نفس فكرة ميل الخط المستقيم الدرس اللي احنا خدناه وتكوين المعادلة، ولكن ازاي بنجيب نقطة التقاطع سواء بنجيبها يدوي أو عن طريق الآلة الحاسبة. وزي ما قلت لك حاول دايما تجيبها يدوي عشان لو السؤال جالك مقالي، لو السؤال جالك اختر مفيش مشكلة، ولكن لو جالك مقالي انت هتحتاج الخطوات. خلاص تمام. السؤال الأول بيقول له نقطة تقاطع المستقيمين دول س زائد 4 بيساوي 0 ص ناقص 3 بيساوي الصفر. طالما س وص أنا هودي دي الناحية التانية، فهتبقى بالنسبة لي إن س بتساوي سالب 4، وهودي السالب 3 الناحية التانية فتصبح إن ص بتساوي 3. طالما س وص يبقى هي دي نقطة التقاطع مباشرة، إن الس بسالب 4 والص ب 3، يعني بالنسبة لي سالب 4 و3 اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار ج. وطبعا لو أنت عايز تقتنع بالكلام ده، س بتساوي سالب 4 وليكن هنا، ده بيبقى خط مستقيم بيوازي مين؟ الصادات، تمام. وص بتساوي 3 وليكن هنا، ده بالنسبه لي خط مستقيم بيوازي محور مين؟ السينات. فنقطه تقاطع المستقيمين دول هي النقطه دي اللي السين بتاعتها بسالب 4 والص ب 3، يبقى فعلا هي دي نقطه تقاطع المستقيمين. رقم 2 بيقول لي انا عايز منك بقى المره دي معادله المستقيم المر بنقطه الاصل، والله المر بنقطه الاصل اللي هي 0 و0، تمام. ونقطة تقاطع المستقيمين دول، ما هي نقطة تقاطع المستقيمين دول قلت لك لما تبقى س وص والاثنين جاهزين يبقى هي دي نقطة التقاطع. إن الس ب 2 والص ب 5. عايز بقى تكون معادلة من دي، سهلة جدا أنا مش مهندس. ص ناقص اختار النقطة، اختار النقطة دي، يبقى ص ناقص الصفر على س ناقص الصفر هيساوي الميل. إيه هو الميل؟ فرق الصادات يبقى 5 ناقص الصفر 5، على فرق السينات 2 ناقص الصفر اللي هو 2، تمام جدا. كل ما عليك هتضرب مقص، يبقى 5 في س ب 5 س هيساوي 2 في ص ب 2 ص، يبقى 5 س بتساوي 2 ص. ما انتش لاقيها، ما تودي دي الناحيه الثانيه كده، يبقى 5 س ناقص ال 2 ص بيساوي الصفر يا باشمهندس، يعني الاختيار ا هو الصح. ودي برضو لو ودينا دي الناحيه الثانيه هتبقى 5 س بتساوي 2 ص، ويبقى انا كده مسالتي خلصت. رقم 3 بيقول لي انا عايز منك معادله المستقيم الذي يوازي محور الصادات، دي مهمه، ويمر بنقطه تقاطع المستقيمين دول. عندك اول معادله ان ص بتساوي 4، والمعادله الثانيه ان س بتساوي 3 على الأربعة من الصاد. ما أنا عشان أجيب نقطة التقاطع أعوّر عن صاد بأربعة بكل بساطة، يبقى دي 3 على الأربعة مضروبة في الصاد اللي هي 4، دي هتروح مع دي، يبقى بالنسبة لي 3. يبقى أنا كده جبت السين ب3 والصاد بأربعة، يبقى هي دي يا باشمهندس نقطة التقاطع. هو عايز معادلة المستقيم بيوازي الصادات وبيمر من النقطة دي، ما إحنا قلنا لو بيوازي الصادات وبيمر النقطة دي يا باشمهندس باخد السين، يبقى المعادلة هي بالنسبة لي س بتساوي 3، يبقى بالنسبة لي س بتساوي 3 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار بقى يا باشمهندس. طب دي ازاي؟ تعالى اقول لك كده بكل بساطة، لو السين ب3 والص ب4 دي النقطة، خلاص؟ أنا عايزه يوازي الصادات، تمام جدا، والله طالما يوازي الصادات يبقى المفروض عامل كده. يبقى معادلته هو بيمر بس ب3، يبقى فعلا س بتساوي 3، ودي برضه هنحتاجها السؤال اللي جاي. بيقول لي معادلة المستقيم المر بنقطة تقاطع المستقيمين دول، أول مرة بقى هنعمل إيه نقطة تقاطع؟ بص، هتقول س زائد 2 ص، هتودي السالب 4 الناحية التانية هتبقى بالنسبة لي موجب 4، والمعادلة التانية هي س ناقص ال 2 ص، الكلام ده بيساوي الصفر. وتبدأ تحل المعادلتين دول مع بعض، أول طريقة الطريقة اليدوية. طبعا من تلت اعدادي هقول بالجمع، فدي هتروح مع دي، هيفضل لي س وس، يعني ال 2 س بتساوي ال 4، هقسم على ال 2 يبقى الس بكام؟ الس ب 2، كلام عظيم. هعوض في اي معادله، وليكن دي مثلا الس ب 2 يبقى دي 2 ناقص ال 2 ص بتساوي 0، هودي دي الناحيه الثانيه يبقى ال 2 ص بتساوي 2، هقسم على ال 2 يبقى الص بتساوي 1. يبقى انا كده وصلت ان النقطه الس ب 2 والص بتساوي 1. وهو بيقول لك بيوازي محور السينات عكس اللي فاتت، طالما بيوازي السينات هاخد الصاب بتساوي، يبقى الصاب بتساوي 1، يعني بالنسبه لي الاختيار باء هو الصح.
الطريقة التانية لحل المعادلات دي عن طريق الآلة الحاسبة، هتدخل على مود 5-1. بس خلي بالك، ركز كده معايا، لما أنا ضغطت مود 5 بيقول لك كون لي المعادلة عبارة عن عدد في إكس يعني عدد في سين زائد عدد في صاد اللي هي الواي بيساوي ثابت، يبقى لازم المعادلة سين وصاد والثابت في طرف لازم. طيب مود 5-1 دلوقتي يا باشمهندس هحل المعادلة إزاي؟ هحط العوامل، معامل السين هنا 1، معامل الصاد هنا 2، الحد المطلق اللي بره 4. طيب حلو قوي، معامل السين هنا 1، معامل الصاد هنا سالب 2، الحد المطلق اللي بره 0. بص يا باشمهندس، اول ما اضغط يساوي هيجيب لي قيمه السين، هيقول لي ان الاكس اللي هي السين ب 2، وهيجيب لي ان الصاد ب 1، يبقى النقطه بتاعتي 2 و1 زي ما احنا طلعناها، سواء بالاله الحاسبه او بالطريقه اليدويه الاثنين صح، بس قلت لك اعرف اليدويه عشان لو جات لك مقاله. رقم 5 بيقول لي معادله المستقيم المر بنقطه تقاطع المستقيمين دول وبيوازي محور الصادات. يلا بينا، اول معادله هي 2 سين زائد الصاد بتساوي 3 ودي جاهزه. تاني معادلة ادي السين وادي موجب 4 صاد، طبعا هودي الاتنين دي الناحية التانية يبقى المفروض بتساوي كام؟ سالب 2. هنعمل الطريقة اليدوية وبعدين نعمل طريقة الآلة الحاسبة. ممكن اضرب المعادلة دي كده في سالب 2، تمام؟ هتبقى سالب 2 س سالب 8 ص سالب 2 في سالب 2 بموجب 4. هجمع المعادلة دي مع المعادلة دي، ليه؟ ال 2 س هتروح مع السالب 2 س، هيفضل لي سالب 8 ص بموجب ص يبقى سالب 7 ص، هيساوي 4 و3 اللي هي 7. هقسم هنا على سالب 7 وهنا على سالب 7، هيطلع لي ان الصاد بسالب 1. جميل جدا. هبدا اعوض في اي معادله يا باشمهندس، وليكن في دي يبقى 2 س والصاد بسالب 1 يبقى ناقص 1 بيساوي 3. دي هتروح هنا يبقى ال 2 س بتساوي ال 4. هقسم على 2 يبقى السين بتساوي 2. يبقى انا كده وصلت ان نقطه التقاطع السين ب 2 والصاد بسالب 1. طب ما هو بيقول لك بيوازي محور الصادات، بيوازي الصادات يبقى اخد السين، يبقى المعادله هي سين بتساوي 2. هتقول لي يا باشمهندس مش موجوده في الاجابات، ما انا لو وديت دي كده الناحيه الثانيه يبقى هي السين بتساوي 2، او لو دخلت دي هنا هيبقى سين ناقص 2 بتساوي 0، يعني بالنسبه لي الاختيار ج هو الصح. لو عايزين نعمل المود ده على الاله مود 5-1، هحط العوامل اللي هي 2 ومعامل الصاد 1 والحد اللي بره 3، وبعدين هنا 1 ومعامل الصاد 4 واللي بره سالب 2. هضغط يساوي هيطلع لي ان الاكس ب 2 والواي بسالب 1 يعني 2 وسالب 1، ودي ممكن انت تتاكد بيها من نقطه التقاطع بتاعتك. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال رقم 6، بيقول لي معادله المستقيم المار بنقطه تقاطع المستقيمين دول ويمر بالنقطه كذا. طيب اول حاجه هنجيب نقطه التقاطع، انا اول معادله س زائد ص بيساوي 3 ودي جاهزه، والمعادله الثانيه 2 س ناقص ص بيساوي 6 ودي جاهزه. هنحلها باليدوي، دي هتروح مع دي بالجمع، س و2 س يبقى 3 س، 3 و6 9، هقسم على 3 يبقى اذا الس بتساوي 3، هعوض هنا يبقى لي 3 زائد الصاد بتساوي 3، دي هتروح مع دي يبقى اكيد ان الصاد بتساوي الصفر. يبقى انا بالنسبه لي وصلت لنقطه التقاطع هي 3 و0. تعالى كده نتاكد من الاله الحاسبه، مود 5-1، حط العوامل 1 1 3، وتحت 2 سالب 1 6، فهتطلع معايا السين ب 3 والواي بصفر، مظبوط، تمام. هو بيقول لك بقى بيمر بالنقطة دي اللي هي 3 وصفر، وبيمر بالنقطة دي كمان اللي هي 2 وسالب 1. عشان أكون معادلة محتاج نقطة ميل، أفترض إن أنا عايز النقطة دي، يبقى ص ناقص الصفر على س ناقص 3 بيساوي الميل. تعالى نجيب الميل، فرق الصادات على فرق السينات، هقول صفر ناقص ناقص 1 يبقى 1، على 3 ناقص ال 2 اللي هي برضه 1، يبقى الميل بيساوي 1. ولو الميل بيساوي 1 يبقى البسط بيساوي المقام، يعني س ناقص 3 بتساوي الصاد يا باشمهندس، تمام؟ طيب دور عليها كده في الاجابات دي، شبه مين؟ شبه مين؟ هقول لك انا دلوقتي، لو انا دخلت الصاد دي الناحيه الثانيه يبقى س، والصاد هتخش في سالب ص، وعندي سالب 3 الكلام ده بيساوي 0، يبقى س ناقص ص ناقص 3 بيساوي 0، ودي هتلاقيها موجوده في الاختيار ايه؟ الاختيار ب. السؤال رقم 7 بيقول لي المعادلة المتجهة للمستقيم المر بالنقطة دي ويمر بنقطة تقاطع المستقيمين دول. طيب لازم أحل المعادلتين، أول معادلة أدي 3 س موجب 2 ص، السالب 7 دي هتروح الناحية التانية تبقى بالنسبة لي موجب 7، وعندي س زائد 3 ص بتساوي كام؟ بتساوي السبعة. عندك حلين، والحل السهل إن أنت تضرب المعادلة دي مثلا في سالب 3، تمام؟ عشان تطيرها مع دي، يبقى دي سالب 3 س سالب 9 ص كلها بتضرب في سالب 3 سالب 21. هجمع المعادله رقم 1 والمعادله رقم 2، ال 3 س هتروح مع السالب 3 س، 2 ص وسالب 9 ص يبقى سالب 7 ص، سالب 21 و7 سالب 14، السالب هيروح مع السالب واقسم مع السبعه هتبقى الصاد ب 2. هعوض مثلا هنا يبقى 3 س
زائد 2 ص اللي هي بالنسبة لي 2 في 2 ب 4 بيساوي 7. ده هتروح يبقى 3 س 7 ناقص 4 3، هقسم على 3 يبقى الس بتساوي 1. يبقى أنا كده وصلت لنقطة التقاطع هي 1 و2، تمام جدا. ومعايا نقطة تانية بيمر بيها اللي هي 3 و1. تعال نتأكد من نقطة التقاطع عن طريق الآلة الحاسبة. مود 5 1، العوامل هنا 3 2 7، قلنا لازم المعادلة بالشكل ده، والتانية 1 3 7 برضه قطعت يساوي، فطلع لي ان السين بواحد فعلا مطلعين السين بواحد، والصاد باتنين فعلا مطلعينها باتنين، يبقى احنا كلامنا مظبوط. عشان اكون المعادله المتجهه قلنا ليه بتساوي النقطه اللي هو بيعدي بيها، يبقى يا اما واحد واتنين يا اما تلاته وواحد، اي نقطه من الاتنين لانه بيعدي بالنقطتين دول، زائد كاف في متجه الاتجاه. متجه الاتجاه اللي هو الميل، يبقى تعالى نحسب الميل. فرق الصادات يبقى اتنين ناقص الواحد اللي هي واحد، على فرق السينات واحد ناقص تلاته سالب اتنين، يعني بالنسبة لي الميل هو سالب نص أو واحد على سالب اتنين مش هتفرق. وعارفين إن إحنا بنكون متجه الاتجاه المقام وليكن سالب اتنين والبسط اللي هو واحد، تمام؟ أو المقام اللي هو اتنين والبسط سالب واحد، عادي جدا، ما أنا بضرب متجه الاتجاه ده في سالب. يبقى المعادلة المفروض بالشكل ده. طبعا دي اتنين وسالب واحد دي مش معانا خالص، لأن هي يا إما واحد واتنين يا إما تلاتة واحد. طب واحد وتلاتة برضو مش معايا خالص، يعني يا إما جيم يا إما دال. طب هنا 3 و1 و2 وسالب 1، خلاص مظبوطة، يبقى هي الاختيار ج. خلي بالك هنا 3 و1 وهنا سالب 1 و2، لا ما ينفعش في السينات هنا سالب 1 ده 2، يعني بالنسبة لي فعلا الاختيار ج هو اختيارنا الصح. السؤال اللي بعده رقم 8. الدرس سهل وبسيط وتمارينه سهلة. رقم 8 بيقول له معادلة المستقيم المر بالنقطة دي ونقطة تقاطع المستقيمين دول، حاضر. طيب دي أول معادلة، 3 س موجب 2 ص السالب 7، ده هتروح الناحية التانية تبقى بالنسبة لي بتساوي السبعة، كلامك عظيم. طب دي يا باشمهندس لازم أكون المعادلة، خلاص هقول ص ناقص الصاد اللي هنا، ما دي النقطة، صفر على س ناقص ناقص 2 يبقى س زائد 2، هيساوي الميل اللي هو ص على س اللي هو بالنسبة لي 2 على 3، وأضرب مقص 2 في س ب2 س و2 في 2 ب4، إيه الكلام ده؟ هيساوي التلاتة ص. هنرتبها نفس الترتيب دي، أدي الاتنين س والتلاتة ص، هتخش هنا تبقى سالب 3 ص، والأربعة هتطلع بره يبقى سالب 4 يا باشمهندس، خلاص؟ دول المعادلتين اللي معايا. طبعا دول دي 3 و2، 3 و2 يبقى أنا هضرب واحدة في 2 وواحدة في 3، خلاص؟ ممكن أضرب المعادلة الأولى دي كده في 3، هتبقى 9 س موجب 6 ص و3 في 7 ب21. وأضرب المعادلة الثانية في 2، 2 في 2 هيبقى 4 س، 2 في سالب 3 بسالب 6 ص، و2 في سالب 4 بسالب 8، وأقول له بالجمع. 9 س و4 س يبقى 13 س. معايا هنا 21 ناقص 8 يبقى بالنسبة لي 13، هقسم على 13 يعني السين بواحد، تمام جدا. هعوض فوق يبقى 3 في 1 ب 3 زائد ال 2 ص بيساوي 4، دي هتروح، لا بتساوي 7، يعني بالنسبة لي ال 2 ص ب 7 ناقص 3 4، هقسم على 2 يبقى الص ب 2. يبقى أنا وصلت إن النقطة يا باشمهندس هي 1 و2، والنقطة التانية اللي هو مديها لي 3 و4، ونبدأ نكون المعادلة. تعالى نتأكد من نقطة التقاطع من الآلة الحاسبة. 3 2 7 3 2 7 والمعادلة الثانية 2 سالب 3 سالب 4، فتطلع معايا ان السين بواحد، فعلا احنا مطلعين السين بواحد والصاد ب2، كلامنا مظبوط جدا. بقى معايا النقطتين، اكون المعادلة ازاي؟ قلنا بنجيب الميل، فرق الصادات يبقى 4 ناقص 2 اللي هو 2، على فرق السينات 3 ناقص 1 برضه اللي هي 2، و2 على 2 فيها الواحد. اختار اي نقطة يا باشمهندس، وليكن ص ناقص د اللي هي 2 على س ناقص الواحد. ليه ما اخترت الديجيت؟ لان الاجابات كلها بدلاله 1 و2، مفيش هنا 3 و4 خالص. المهم الكلام ده بيساوي الواحد، هضرب مقص او يبقى البسط بيساوي المقام، يبقى س ناقص الواحد بتساوي ص ناقص الاثنين. عايزين بقى نشوف مين المعادله يا باشمهندس اللي محققه الكلام ده. طيب هندخل دي هنا، يبقى س ناقص الصاد، والسالب 2 لو دخلت بموجب 2 ناقص 1 يبقى موجب 1، يبقى المعادله س ناقص ص زائد 1، يعني بالنسبه للاختيار ا هو اختيارنا الصح. السؤال رقم 9 بيقول لي المعادلة المتجهة للخط المستقيم المر بنقطة تقاطع المستقيمين دول. طيب دي سهلة جدا، هودي دي الناحية التانية فتصبح ان السين بتساوي 5، والمعادلة التانية اهي، طب ما انا اعوض عن سين ب5، هنشيل دي واحط 5، يبقى 5 زائد الصاد بتساوي 13، ده تروح يبقى اذا الصاد بتساوي 8، يعني انا بالنسبة لي كده ان السين ب5 والصاد ب8 يا باشمهندس. دي كده نقطة التقاطع. هو عايز متجه الاتجاه بتاعه 4 1، طب ما انا كده خلصت يا باشمهندس، يبقى ليه متجه بيساوي النقطة اللي بيعدي بيها اللي هي بالنسبة لي 5 و8 زائد كاف في متجه الاتجاه اللي هو بالنسبة لي 4 و1،
يبقى 5 و8 زائد كاف في 4 و1، يعني بالنسبة لي الاختيار ج هو اختيارنا الصح. السؤال رقم 10 بيقول لي معادلة المستقيم المر بنقطة التقاطع دول. حاضر، يعني 3 س ناقص ال 5 ص السالب 13 ده هتروح الناحية التانية تبقى بالنسبة لي 13، والمعادلة التانية هعملها بنفس الترتيب، يعني هجيب سالب 3 س هنا وموجب 2 ص، والسبعة دي هتطلع بره تبقى سالب 7، وهنا المعادلة جاهزة ليه؟ لو جمعتهم دي هتروح مع ايه؟ سالب 5 ص وموجب 2 ص يبقى سالب 3 ص. 13 ناقص 7 يبقى بالنسبة لي 6، هقسم على السالب 3 هنا والسالب 3 هنا، تطلع إن الص بسالب 2. هنعوض في المعادلة اللي فوق، يبقى لي 3 س سالب 5 في سالب 2 بموجب 10، الكلام ده ب 13. ده هتروح يبقى 3 س 13 ناقص 10 3. هقسم على 3 يبقى الس بتساوي الواحد. يبقى أنا معايا نقطة اسمها 1 وسالب 2، ودي نقطة التقاطع. هو بيقول لك إن هو بيوازي المستقيم ده، طالما بيوازي المستقيم يبقى نفس الميل، وميل المستقيم ده هو ص على س، يعني الميل بيساوي 4 على الخمسة. يبقى ص ناقص ناقص 2 يبقى ص زائد 2 على س ناقص الواحد بيساوي الميل اللي هو 4 على 5. هضرب مقص ب 4 في س ب 4 س، 4 في سالب 1 بسالب 4. 5 في ص ب 5 ص و5 في 2 بموجب 10. خلاص؟ عايزين بقى نشوف أنهي معادلة يا باشمهندس مظبوطة معانا. لو أنا جبت دي هنا يبقى ده 4 س ناقص ال 5 ص، وال 10 لو جت هنا سالب 10 وسالب 4 يبقى سالب 14، الكلام ده بصفر، يبقى 4 س ناقص 5 ص ناقص 14، يعني بالنسبة لي الاختيار ده هو اختيارنا الصح. السؤال رقم 11 بيقول لي معادلة المستقيم المار بنقطة تقاطع المستقيمين دول، مفيش أدنى مشكلة يا باشمهندس. أول مستقيم هو 2 س زائد 3 ص، السالب 2 هتطلع بره تبقى بالنسبة لي موجب 2، وتاني معادلة هي 3 س ناقص الصاد، السالب 14 هتطلع بره تبقى بالنسبة لي موجب 14. خلاص؟ عايز أحل المعادلتين دول عن طريق الآلة الحاسبة أو يدوي، مفيش مشكلة، هضرب المعادلة دي في 3. 3 في 3 يبقى 9 س، 3 في سالب ص يبقى سالب 3 ص، 3 في 14 ب ال 42. خلاص؟ هجمع المعادلة دي مع المعادلة دي، 2 س و 9 س 11 س. 3 هتروح مع السالب 3، 42 و 2 يبقى 44. هقسم على ال 11 يبقى الس ب 4. هعوض فوق مثلا، اعوض هنا مش هتفرق، هنا مثلا 2 في 4 ب 8 زائد ال 3 ص بيساوي 2. ال 8 هتروح يبقى ال 3 ص، 2 ناقص 8 سالب 6. هقسم على ال 3 يبقى الص بسالب 2. يبقى انا وصلت ان الس ب 4 والص بسالب 2. تعالى نتاكد من الاله الحاسبه. يلا 2 3 2 2 سوري 3 2 والثانيه 3 سالب 1 14، 3 سالب 1 14، فتطلع معايا الس ب 4، واحنا مطلعين فعلا الس ب 4 والص بسالب 2، كلامنا مظبوط يا باشمهندس. وبقول لك يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاويه موجبه. طب ما انا عارف ان الميل ظا زاويه، يبقى ظا 135، يعني الميل بسالب 1. تمام، يبقى ص ناقص ناقص 2 يعني ص زائد 2 على س ناقص ال 4 بيساوي الميل اللي هو سالب 1. هضرب مقص، يبقى ص زائد 2 في 1 بص زائد 2، سالب 1 في س بسالب س، وسالب 1 في سالب 4 بموجب 4. خلاص؟ تعالى بقى ندور على المعادله القريبه من دي يا باشمهندس. لو انا وديت دي كده الناحيه الثانيه يبقى س، وفي هنا موجب ص، وال 2 دي هجيبها هنا، يبقى 4 ناقص 2 بتساوي 2، يبقى المعادله س زائد ص بيساوي 2، يعني بالنسبه للاختيار ب هو اختيارنا الصح. السؤال رقم 12 بيقول لي عدد المستقيمات التي تمر بنقطة تقاطع مستقيمين. لو انا معايا عدد المستقيم الاول لام 1، وادي المستقيم الثاني يا باشمهندس لام 2، والمستقيمين دول متقاطعين في النقطة دي. عدد المستقيمات اللي بتمر بنقطة من اعدادي عدد لا نهائي. لأنه بقول لك ايه؟ عدد المستقيمات اللي بتمر بنقطة التقاطع، ما هو ممكن كده 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 كده، مستقيمات كتيرة جدا، لأن دي نقطة، لأن عدد المستقيمات اللي بتمر بنقطة بيبقى بالنسبة لي عدد لا نهائي. ده سؤال مباشر. رقم 13 بيقول لك إذا مر المستقيم ده بالنقطة دي فإن الكاف، والله طالما المستقيم بيمر بالنقطة يبقى النقطة بتحقق المعادلة. يبقى أنا هشيل السين وأحط 2 يبقى لي 2، وأشيل الصاب وأحط 1 يبقى ناقص 4 في ص يبقى ناقص 4 زائد ال 14 زائد كاف. هشيل السين واحط 2 يبقى 4 في 2 ب 8 زائد، هشيل الصاد واحط 1 يبقى هنا 1، وهنا موجب 5. ايه الكلام ده؟ بيساوي الصفر. 2 و14 16 ناقص 4 يبقى 12 زائد 8 و1 9 و5 14 يبقى زائد 14 كاف بيساوي الصفر. ده هتروح يبقى ال 14 كاف بتساوي سالب 12.
هقسم هنا على 14 وهنا على 14، دي هتروح مع دي يبقى الكاف بتساوي، والله على الاثنين يبقى فيها السالب 6، وهنا على الاثنين يبقى فيها السبعه، يبقى الكاف سالب 6 على 7، يعني بالنسبه لي الاختيار ده اللي هو اختيارنا الصح. السؤال رقم 14 يا باشمهندس بيقول لي اذا مر محور السينات، والله انا عارف كلمه محور السينات ده يعني اي نقطه عليه هي س وصفر. بنقطه تقاطع المستقيمين دول، يعني محور السينات بيمر بنقطة التقاطع؟ أيوة، طب ما هي نقطة التقاطع بتحقق معادلة ده وبتحقق معادلة ده، يعني النقطة دي ينفع أعوض بيها هنا، تمام؟ يبقى أنا من الآخر هشيل كل صاد وأحط صفر، يعني المعادلة تبقى أ س، هشيل الصاد وأحط صفر يعني ملهاش لازمة، وبالمرة ممكن أودي دي الناحية التانية يبقى الأ س بيساوي سالب 3، لأن هي بتحقق يا باشمهندس، طب من هنا برضه هشيل الصاد وأحط صفر، فيفضل لي إن ب س هيساوي، الواحد ده يروح الناحية التانية يبقى بالنسبة لي سالب 1. طب انت عايز الالف بيساوي كام بقى؟ حاضر. طيب بص، لو انا قسمت هنا على س وقسمت هنا على س، او قسمت المعادلتين دول على بعض، مش السين هتروح مع السين؟ ايوه، فيفضل لي الف على باء هيساوي سالب 3 على سالب 1 بموجب 3. لو ضربت مقص يبقى الف 1 بالف هيساوي 3 باء، يبقى انا كده وصلت ان الالف بيساوي 3 باء، يعني بالنسبه لي الاختيار باء هو اختيارنا الصح. السؤال رقم 15 بيقول لي نقطة تقاطع المستقيمين دول، دي صورة متجهة ودي صورة متجهة، يبقى أنا هجيب المعادلات، تمام؟ أول معادلة ص ناقص الصاد اللي هنا، دي النقطة اللي هشتغل عليها اللي هي صفر، على س ناقص الست، هيساوي الميل اللي هو ص على س، يعني سالب 2 على التلاتة، هضرب مقص يبقى 3 في ص ب3 ص، سالب 2 في س بسالب 2 س، سالب 2 في سالب 6 بموجب 12، هودي دي الناحية التانية يبقى معايا 2 س موجب 3 ص بيساوي 12، ودي كده بالنسبة لي أول معادلة. المعادلة التانية برضه هنكونها، دي النقطة اللي هو بيمر بيها، يبقى ص ناقص الواحد على س ناقص الاتنين هيساوي الميل اللي هو ص على س، واحد على الواحد فيها الواحد، يبقى البسط بيساوي المقام، يبقى س ناقص اتنين بيساوي ص ناقص الواحد. هنجيب دي هنا، يبقى س ناقص ص، السالب اتنين هتيجي بموجب اتنين، وفي سالب واحد يبقى موجب واحد، يبقى دي كده المعادلة التانية. يبقى أنا معايا كده يا باشمهندس 2 س موجب 3 ص بيساوي 12، والمعادلة التانية هي س ناقص الص، الكلام ده بيساوي الواحد، هضرب المعادلة دي في 3 يبقى 3 س سالب 3 ص، 1 في 3 ب 3، وهجمع المعادلة رقم 1 والمعادلة رقم 2، 2 س و 3 س يبقى 5 س، دي هتروح مع دي، 12 و 3 يبقى 15، هقسم على 5 يبقى س بتساوي 3. يبقى انا كده وصلت ان الس بتساوي 3 ومفيش الا واحده بس هي الس بتاعتها ب 3 اللي هو الاختيار باء، بس تعالى نكمل. هنقول 2 س يبقى 2 في 3 ب 6 زائد 3 ص بيساوي 12، دي هتروح يبقى 3 ص 12 ناقص 6 اللي هي 6، هقسم على 3 يبقى الص بتساوي 2، يبقى فعلا نقطه التقاطع هي 3 و2. وكان ممكن يا باشمهندس طالما هو سؤال اخطر ممكن مباشره عن طريق الاله الحاسبه، هنا 2 3 12 2 3 12، وهنا 1 سالب 1 1 1 سالب 1 1، هيطلع لي ان الس ب 3 والصاد ب 2 مباشره، يبقى هي 3 و2، بس انا اشتغلتها لك يدوي قلنا عشان لازم نعرف الطريقه اليدويه. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال رقم 16 بيقول لي معادله المستقيم المر بنقطه تقاطع المستقيمين دول، طيب نقطه التقاطع طالما س وصاد قلنا مباشره يبقى هي نقطه التقاطع بالنسبه لي سالب 3 والاثنين، وينصف الزاويه بينهما. طيب تعال نفهم الجملة بتاعت ينصف الزاوية بينهم، سالب 3 و2 ماشي، دي مثلا السالب 3 ودي بالنسبة لي 2، هي دي النقطة، خلاص تمام جدا. طيب الوقت يا باشمهندس أنا عشان أنصف الزاوية بينهم، لأن ده معادلة مستقيم بيمر بده، طيب ركز كده معايا، لو أنا عملت هنا خط وهم كده وعملت هنا برضو إيه خط وهم كده، خلاص والله يا باشمهندس المستقيم عشان يمر بالنقطة دي، فممكن هتقول لي ان المستقيم يبقى جاي كده، بص صح تمام، خلي بالك ان دي محاور، يعني الزاويه دي بكام؟ 90، فهو ما ينصفها تبقى دي 45 ودي 45. طب ما انا عارف ان ميل الخط المستقيم هو ذا الزاويه اللي بيعملها مع محور السينات الموجب، طب ما انا عارف ان الخط ده بيوازي ده، يبقى الزاويه 45 بتساوي الزاويه دي بالتناظر يا باشمهندس حرف الاف. يبقى انا اول حاله بالنسبه لي المستقيم لام واحد ده إن الميل هيبقى ظا الزاوية اللي بيعملها مع محور السينات اللي هي ظا 45، يعني بيساوي 1. طب ما تعالى نكون المعادلة، يبقى ص ناقص الاتنين على س ناقص ناقص 3 اللي هي س زائد 3 بيساوي 1، يبقى البسط بيساوي المقام، يبقى س زائد 3
بتساوي ص ناقص الاتنين. لو انا وديت دي الناحية التانية يبقى س ناقص الص، والسالب اتنين هتروح بموجب اتنين، وفي تلاتة يبقى خمسة، يبقى س ناقص ص زائد خمسة، يبقى أول معادلة دي شغالة يا باشمهندس. اوعى توقف ليه؟ لأن أنت إيش عرفك إن المستقيم جاي كده؟ طب ما يمكن المستقيم جاي كده. صح؟ طب ما أنت بتقول يا باشمهندس بينصف الزاوية بينهم، بمعنى يعني الزاوية دي برضه 45 ودي 45، ما هي دي 90. بس ساعتها بقى الزاوية اللي بيعمرها محور السينات الموجب هي الزاوية دي. طب ما هي الزاوية دي خلي بالك بتساوي الزاوية دي بالتناظر، إزاي؟ ما الزاوية دي 45 و45 و45 يبقى 135، يعني الزاوية هنا 135. وفي الحالة دي هيكون الميل عبارة عن ظا 135 اللي هو سالب 1، تمام؟ تمام، يبقى المعادلة هتبقى ص ناقص 2 على س زائد 3 بتساوي سالب 1 على 1. هضرب مقص يبقى ص ناقص 2 هيساوي سالب 1 في س بسالب س، وسالب 1 في موجب 3 بسالب 3. طيب لو وديت دي كده الناحية التانية هيبقى س، وفي هنا موجب ص، والسالب 3 هتيجي بموجب 3 ناقص 2 يبقى 1. يبقى المعادلة التانية هي س زائد ص زائد 1 بيساوي صفر، اللي هي دي. يبقى دي تنفع ودي تنفع، واحد فقط لا، اتنين فقط لا، واحد واتنين معا طبعا هي دي، لا شيء طبعا لا، يبقى فعلا الاختيار ج. وده سؤال جميل جدا جدا ومن اسهل الاسئله والطفها في الدرس ده. السؤال رقم 17 بيقول لك ايه؟ بيقول لك ا ب ج مثلث فيه الالف ب بكذا ومعادله ا ج بكذا، في اي من المستقيمات الاتيه يمكن ايجاد معادلته؟ طيب ركز كده معايا. معايا مثلث اهو بالشكل ده كده اسمه ا ب ج. قال لك انا معاك معادله الالف ب، هدي لك معادله الالف ب وهديك معادله الالف ج. والله يا باشمهندس دول مستقيمين متقاطعين، فطالما انت عطيتني المعادلتين يبقى انا اعرف احسب النقطه الف. فبيقول لي اي من المستقيمات الاتيه يمكن ايجاد معادلته؟ هل تعرف تجيب لي المستقيم ب ج؟ خلينا نتفق ان عشان نكون اي معادله انا محتاج نقطه وميل. تمام جدا. طيب دلوقتي الباء ج انا مش عارف الباء ومش عارف الج ولا عارف ميل الباء ج، يبقى انا عمري ما اعرف اكون ده. خلاص بالعقل خالص، انا محتاج نقطه وميل، انا كل اللي اعرفه نقطه الف. ماشي، بيقول لي المستقيم ا د حيث ا د متوسط. لو انا تخيلت ان معايا متوسط وعارف ان المتوسط بينصف القاعده، فبيقول لك تعرف تجيب لي معادله ا د؟ طيب مبدئيا على ا د انا عارف ا، يبقى انا عرفت النقطه، فاضل الميل. عشان اجيب الميل لازم اعرف النقطه د، ولو عشان اعرف د لازم اعرف ب وج لان د في النص، فبرضه مش هعرف اجيب د، يبقى انا معايا نقطه ومش هعرف اجيب الميل، يبقى دي برضه استحاله ان هي تحصل او استحاله ان انا اعرف احسبها. طيب بيقول لي المستقيم ا ه حيث ا ه عمود على ب ج. تخيل ان ال د بدل ما هو متوسط يبقى عمودي. خلاص خلي بالك العمودي مش شرط ان هو ينصف لان ده مش مثلث متساوي الساقين، ما اعرفش، فسيبك من علامه التنصيف دي خالص. طيب عشان اكون معادله الالف هاء انا عارف نقطه اللي هي الف. طب ما انا عشان اعرف ميل الالف هاء يا اما اعرف النقطه هاء ودي مش عارف اعرفها، يا اما اعرف ميل الباء ج واقول ميل العمود عليه، ما انا مش عارف ولا باء ولا ج، فبرضه دي استحاله ان هي تحصل. الحاله الثالثه بيقول لك المستقيم الف واو حيث الف واو منصف لزاويه الف ب الف ج. يعني تخيل ان النقطه دي هتبقى واو في الحاله الثالثه، والالف واو ده هيبقى مستقيم بينصف زاويه الراس دي. الله، طب ما خلي بالك، بص بقى معايا دلوقتي، انت هتبقى عارف نقطه الف، تمام؟ وطالما معاك معادلتين مستقيمين ما انت تعرف تحسب الزاويه ما بين المستقيمين، صح؟ ايوه، يعني تعرف تحسب الزاويه دي. خلي بالك الالف واو مش هيبقى منصف، يبقى يعني مش هيبقى عمود، هيبقى نازل كده بس. انت لو عرفت الزاويه ما بين المستقيمين هتعرف تعرف الزاويه اللي بيصنعها المستقيم، ولو تخيلت ان ده محاور الاحداثيات، وهتعرف الزاويه مع محور السينات الموجب، فانت هتعرف تجيب الميل لان الميل ذا الزاويه، يبقى مع معاك نقطه وتعرف تجيب الميل، يبقى هي فعلا دي الوحيده اللي انا هعرف احسب المعادله بتاعتها يا باشمهندس. خلاص. السؤال رقم 18 بيقول لي في الشكل المقابل معادله الالف باء، مديني معادله الالف باء ومعايا معادله الالف ج، شكرا، ومعايا معادله الباء ج، ده قدر الله خيرك، وعايز الالف ده العمود على الباء ج، فان معادله الالف ده. طيب بكل بساطة أنا هحل المعادلتين دول مع بعض اللي هم أ ب و أ ج، هعرف أجيب نقطة أ. تمام جدا، يبقى أنا معايا إن س زائد الصاد الواحد هيروح الناحية التانية، يعني بالنسبة لي سالب 1، والمعادلة التانية هي 2 س ناقص الصاد، والخمسة هتروح تبقى بالنسبة لي سالب 5، ودول جاهزين بالجمع س و2 س يعني 3 س، سالب 1 وسالب 5 سالب 6، هقسم على التلاتة يبقى الس بتساوي سالب 2، هعوض من المعادلة اللي فوق، يبقى سالب 2 زائد الصاد بيساوي سالب 1، ده هتروح الناحية التانية يبقى الصاد بتساوي
2 ناقص 1 اللي هو 1. يبقى انا بالنسبه لي ان نقطه ا دي عباره عن سالب 2 والواحد يا باشمهندس، يبقى معادله الالف د انا عرفت اوصل لنقطه اللي هي الالف. فاضل يا باشمهندس ان انا اجيب ميله. طب ما انا معايا معادله الباء ج، فانا هجيب ميل الباء ج. اهي معادله الباء ج، سالب معامل س يبقى سالب 1 على معامل الص سالب 4. السالب هيروح مع السالب يعني بالنسبه لي بتساوي ربع. طب ما انا عارف ان ا د عمود عليه، يبقى ميل الالف د لما شقلب دي هتبقى 4، اما اغير الاشاره هتبقى سالب 4. كلامك عظيم. طب ما انا كده معايا نقطه ومعايا الميل، ما انا اكون المعادله، يبقى ص ناقص الواحد النقطه يا باشمهندس على س ناقص ناقص 2 يبقى س زائد 2 بيساوي الميل اللي هو سالب 4 على 1. هضرب مقص يبقى ص ناقص الواحد بيساوي سالب 4 في س بسالب 4 س، وسالب 4 في موجب 2 بكام؟ بسالب 8 يا باشمهندس. خلاص انا المعادله بقى قريبه من دي. هقول لك انا دلوقتي يا باشمهندس هنودي دي كده الناحيه الثانيه، يبقى انا معايا ص وادي موجب 4 س، والسالب 8 بموجب 8 ناقص 1 يبقى موجب 7. يبقى ص زائد 4 س زائد 7، يعني بالنسبه لي الاختيار ده هو اختيارنا الصح. تمام كده؟ تمام. السؤال يا باشمهندس رقم 19 والاخير معانا ان شاء الله، قلنا الدرس بسيط وتمارينه سهله وبسيطه. بيقول لي يا باشمهندس بقى رقم 18، بيقول لي انطلقت قذيفه من مكان ما لتصيب هدف ثابت متبع مسار الخط المستقيم ده. يعني في قذيفه وليكن من النقطه دي، دي قذيفه رقم 1 خلاص، راحت تصيب هدف وليكن الهدف في النقطه دي، دي الهدف خلاص، ومدينا معادلتها هي 2 س زائد ص ناقص الواحد بتساوي صفر طبعا. طيب وفي قذيفه ثانيه طلعت من نقطه ثانيه وليكن من النقطه 2، وبرضه عشان تصيب نفس الهدف، يعني القذيفه دي راح تصيب نصف نفس الهدف اللي هو النقطه. تمام. وقال لك ان معادلتها عباره عن س ناقص 3 ص زائد ال 4 بتساوي صفر. جميل. بيقول لي معادله المستقيم الذي تسلقه قذيفه من نقطه 5 وسالب 3 في قذيفه رقم 3 وليكن هنا، طالعه من النقطه دي عشان تصيب برضه نفس الهدف، بس هي طالعه من نقطه اسمها 5 وسالب 3. فهو عايز ايه بقى؟ هو عايز معادلة المستقيم، يعني عايز معادلة ده. فده لم واحد وده لم اتنين. ما انا لو حليتهم مع بعض هجيب نقطة التقاطع اللي هي نقطة الهدف دي وليكن النقطة ألف. طب تعالى نحلهم مع بعض، يبقى 2 س زائد الصاد السالب 1 هيروح بره يبقى بالنسبة لي 1. والمعادلة التانية س ناقص 3 ص، الأربعة تروح بره يبقى سالب 4. ممكن أضرب المعادلة اللي فوق دي في 3، يبقى بالنسبة لي 6 س موجب 3 ص بيساوي 3 بالجمع. دي هتروح مع دي يا باشمهندس خلاص، س و6 س يبقى 7 س، سالب 4 وموجب 3 يعني سالب 1، هقسم هنا على 7 وهنا على 7 يبقى الس بتساوي سالب 1 على 7. تعالى نعوض هنا، يبقى 2 في سالب 1 على 7 بسالب 2 على 7 زائد الص بيساوي الواحد. طيب هودي دي كده الناحية التانية، يبقى الص بتساوي 1 زائد 2 على 7 يعني بالنسبة لي 9 على 7. يبقى أنا كده يا باشمهندس وصلت للنقطة أ دي عبارة عن سالب 1 على 7 و9 على 7. طب ما أنا معايا النقطة أ ومعايا النقطة رقم 3، أقدر أكون المعادلة عن طريق ص ناقص وس ناقص. تمام. تعالى ناخد النقطة دي، يبقى ص ناقص ناقص 3 يعني ص زائد 3 على س ناقص 5 هيساوي الميل اللي هو فرق الصادات على فرق السينات. طب تعالى بقى نعمل فرق الصادات على فرق السينات، يبقى 9 على 7 ناقص ناقص 3 يبقى موجب 3 على فرق السينات اللي هو سالب 1 على 7 ناقص بالنسبه لي ال 5. ما تتعبش نفسك خالص واعملها على الاله الحاسب. مود 1 بقى هنا بالنسبه لي 9 على 7 زائد 3 ده الميل، هنا بالنسبه لي سالب 1 على 7 ناقص ال 5 فيطلع الميل بسالب 5 على 6 يا باشمهندس. يبقى انا كده وصلت ان دي سالب 5 على 6، يبقى دي سالب 5 على 6 وابدا اضرب مقص يا باشمهندس وهتبقى المساله بتاعتي خلصت. 6 في ص ب 6 ص و6 في 3 ب 18، سالب 5 في س بسالب 5 س، وسالب في سالب بموجب يبقى 25. خلاص من المعادله بقى اللي فيها 6 اصلا و5 هتلاقيها الوحيده يا باشمهندس ا هي اللي فيها الكلام ده اصلا. ازاي؟ ما انا هتروح هنا، يبقى هنا 5 س موجب 6 ص، 25 بسالب 25 موجب 18 يبقى سالب 7 بتساوي صفر، يبقى المعادله 5 س زائد 6 ص ناقص 7 بيساوي صفر، يعني اختيارنا ا هو الصح. بكده يبقى الحمد لله يا باشمهندس خلصنا كل تمارين الاخطر على درس معادله الخط المستقيم المر بنقطه التقاطع. كانوا 19 سؤال افكارهم جميله جدا جدا وبسيطه. طبعا ما كناش قدرنا نحل المقالي السنه اللي فاتت، بس ان شاء الله هحله لك
هو المقال تقريبا 10 11 سؤال كده، هحلهم لك برضو ان شاء الله وانزلهم لك مع الفيديو ده، بحيث يبقى احنا كده انتهينا من الفرع الثاني وهو فرع الهندسه. هيفضل لنا الدرس الاخير في الوحده الثانيه جبر، اللي هو البرمجه الخطيه والحل الامثل. هنزل لك الاخطر والمقال بتاعه غالبا بنسبه كبيره في نفس اليوم، عشان ننتهي ان شاء الله من القصه دي ونبتدي في حل النماذج المعاصر النهائيه بامر الله. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان اكون تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. شكرا على خير الفيديو الجاي، كان معك مهندس حسام من قناة حسام ميرا رياضيات، وشكرا جدا.